السلام عليكم. ابتسم ودع من حولك يبتسم، ابتسم فإن في الابتسامة راحة وصحة، ابتسم وتوكل على الله وتفاءل، ابتسم وتذكر إن بعد العسر يسرا، صباحكم ابتسامة، دائما كونوا مبتسمين. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد ط ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. الكلمات البصرية: السماء السماء، الأرض الأرض، الماء الماء، الطعام الطعام، و م ث إ ك ن ت د ز و ف ل ط جو إي قا بو صو أن نن لن حن تن جن بن رن طن. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على مهارة جديدة وقاعدة جديدة، قاعدة المفرد والمثنى والجمع. ما معنى مفرد؟ يعني هو ما دل على شيء واحد، مثل شجرة، بيت، تفاحة، قلم، كتاب، كلها تدل على شيء واحد ويسمى مفرد. الكلمة الثانية المثنى، وهو ما دل على اثنين، مثنى يعني اثنان، تفاحتان، شجرتان، بيتان، قلمان، كتابان، تدل على شيئان اثنان. أما الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين، ثلاثة أشياء، أربعة أشياء، خمسة أشياء، أشياء جدا كثيرة تسمى جمع. كيف أقولها؟ أولاد، أقلام، كتب، هذه تدل على الجمع. نشوف مع بعض الكلمات، هي ورقة، كتاب، طالبة، ولد. أبغاكم تفكرون معي، ما هو مفرد كلمة ورقة؟ شيء واحد يعني نفسها ورقة. طيب ما هو مثنى كلمة ورقة؟ يلا نفكر مع بعض. ماذا تتوقعون؟ ورقتان، ممتازين رائعين. طيب عندي أكثر من ورقة واحدة، ماذا أقول؟ هل أقول ورقتان؟ لا، عندي أكثر من اثنان، ماذا أقول؟ نفكر. ممتازين، أوراق. إذن مفرد ورقة، مثنى ورقتان، جمع أوراق. شوف الكلمة بعدها، كلمة كتاب، مفرد كتاب هي نفسها كتاب. طيب أنا عندي اثنان الآن، ماذا أقول؟ هل أقول كتاب؟ لا، ماذا أقول؟ يلا نفكر مع بعض. كتابان، رائعين، عندي كتابان، ممتازين. طيب عندي أكثر من اثنان، ماذا أقول؟ كتب، رائعين، ما شاء الله عليكم. كلمة طالبة، مفرد. طب إذا عندي اثنان، ماذا أقول؟ طالبتان، ممتازين، طالبتان، رائعين. إذا نرى الآن الجمع، عندي أكثر من طالبتان، ماذا أقول؟
طالبات، ما شاء الله عليكم. إذن الكلمة الأخيرة ولد، ما هو المفرد؟ ولد، ممتازين. طيب عندي اثنان، ماذا أقول؟ ولا، ممتازين، ولدان. جمع أكثر من ولد عندي، ماذا أقول؟ أو لا، رائعين، أولاد. عرفنا الفرق بين المفرد والمثنى والجمع. المفرد لشيء واحد، المثنى لشيئان اثنان فقط، جمع لأكثر من اثنان. الواجب، أميرة الجميلة، أتمنى منك كتابة 5 كلمات بالمفرد والمثنى والجمع لكل كلمة، وأتمنى أن يكون بخط جميل ومرتب مع مراعاة الحروف التي تكون فوق السطر والحروف التي تنزل عن السطر. أتمنى يكون خطكم جميل يا أول، زي ما تعلمنا كيف يكون فوق السطر وعلى السطر وتحت السطر. أستنى الواجب، وشكرا لكم وحسن استماعكم. مع السلامة.